أن كثير من الصحفيين أو ربما المئات من الصحفيين غيروا مهنهم بعد أن كانوا يعملون في الصحافة كصحفيين وكتاب وناشطين ومراسلين وغيرها، غيروا مهنهم إلى بائعين وفتحوا أعمال تجارية وربما أعمال بعضها بعيدة، بينما بقى الكثير منهم عاطلا عن العمل في وضع مأساوي. وهذه المشكلة. المشكلة أن الميليشيا الحوثية تتعامل مع الصحفيين كأعداء دون شك. يعني المشكلة أنها تتعامل مع جميع اليمنيين كأعداء محتملين، لكن الصحفي عدو أيا كان، كون هذا الرجل واحد ممن يعون ويفهمون المخطط الحوثي. وذلك الميليشيا الحوثية تحاول أن تستمر في ارتكاب هذه الجرائم في الظلام. هي تحب ليس بالظلام بمعناه، وإنما هي تحاول أن تغلق أو تقفل أو تلغي مصادر التنوير أو مصابيح التنوير الذين يضيئون للمجتمع ويروون الحقيقة بتفاصيلها. وبذلك تمارس الميليشيا الحوثية ما لم تمارسه الميليشيا الحوثية. طبعا للعلم أن الميليشيا الحوثية وفقا لتصنيف منظمة مراسلين بلا حدود في الدرجة الثانية بعد داعش في انتهاكات حرية الصحافة. المؤسسات التي أغلقتها الميليشيا الحوثية في بعد اجتياحها صنعاء أغلقت 23 صحيفة رسمية كانت صادرة، 57 صحيفة أهلية، 14 قناة، 12 إذاعة. هذه هذا الكم الكبير الذي حول العاصمة صنعاء إلى ما يشبه السجن الكبير، وحول المواطنين إلى ما يشبه الرهائن.